يقطع الكرة إلى رمية التماس. سموح هيضغط، سموح هيواصل الضغط، هو الأفضل حتى الآن. هنا المحاولة والتصويبة في المرمى، جول في المرمى، وصل إلى مبتغاه. رحلة الهدف ورحلة البحث عنه تتحقق مع الدقيقة 43 بعد محاولات وأكثر من مرة وعدة محاولات تترجم بهدف أول عن طريق المتقدم داخل منطقة الجزاء بعد هروب من رقابة المدافعين. استلم ثم صوب وسدد بعد رمي التماس من وحيد. هنا أحمد خالد سيطر على الكرة رغم مضايقة اللاعب حسام حسن، لكن خالد أراد أن يسجل هدف للذكرى الخالدة في شباك الحارس محمود ماهر من مكان ومن الزاوية اليمنى. رغم إغلاق الزاوية ورغم محاولة التصدي، لكن كرة أحمد خالد أرادت أن تسكن الشباك وأن تعلن فافور حكيم، ولكن التقدم لصالح فريق سموحة في محاولة من داخل منطقة الجزاء. وقرار محمد التبعي الغازي باحتساب ركلة الجزاء مع إشهار بطاقة حمراء للمدافع محمد عبد الرازق في كرة ارتدت وبسرعة، في كرة اتلعبت من بين المدافعين يتقدم، لكن محمد عبد الرازق مسك فادي فريد. ومع احتساب ركلة الجزاء لصالح فريق سموحة تحتسب ركلة الجزاء على فريق بفوق على من محمود، هل يواصل تألقه زي ما تألق في بعض المحاولات اللي تعرض لها في الشوط الأول، ولا عمرو علاوة يزيد ويوسع الفارق، يوسع الفارق، يوسع الفارق بهدف تاني مع الدقيقة 56 من ترجمة لركلة جزاء تحصل عليها فريق سموحة بكرة اسكنها على يسار حارس المرمى اللي اتجه ناحية الزاوية اليمين، والكرة في الزاوية اليسرى يضع هدف ثاني لفريق سموحة المتقدم الآن بهدفين نظيفين على فريق بلدية المحلة. اسكنها وفي الشباك، يزيد من جراح